بسم الله. Hello everyone. حبايب قلبي grade 3. Let's continue connect plus first term. Today we're gonna study future simple. هنتكلم عن زمن المستقبل البسيط. المستقبل future ده شباب معناه ان شيء سوف يحدث، لسه ها يحصل. بنستخدم سوف دي ازاي؟ سوف يعني will، سوف يعني will. اقول بقى قبلها subject الفاعل I will, he will, she will. I will, I will, he will, she will, it will. We will, you will, they will. المفرد آدم will, the boys will. will يعني سوف، وبيجي بعدها infinitive يعني فعل في المصدر. النفي بتاعها بقى اسمه will not يعني لن، وبنقولها أكتر بالاختصار want. want يعني مثلا future المستقبل ده حاجات لسه سوف تحصل، مثلا بكرة، غدا، tomorrow. tomorrow يبقى كلمة tomorrow غدا بتدل على future المستقبل. كلمة next يعني القادم، لما أقول next week يبقى الأسبوع القادم، next month الشهر القادم، next year العام القادم. يبقى لما الاقي كلمة next، مين اللي عند نوع شوقي ده؟ بس يا حبيبي احنا مش بنلعب. لما نلاقي كلمة tomorrow يبقى future مستقبل، next يبقى future مستقبل. لما نلاقي كلمة soon يعني قريبا يبقى ده future في المستقبل. لما نلاقي كلمة in the future يعني في المستقبل، in the future. لما نلاقي in وسنة لسه هتيجي، زي مثلا نقول in 2030، السنة دي لسه ما جاتش، لسه في المستقبل. يبقى دي الكلمات اللي لما بشوفها بعرف ان انا في future المستقبل. تعالوا كده نعمل جمل. لو انا عايز اقول انا سوف ألعب تنس غدا، يبقى هقول كده I will play tennis tomorrow. لو عايز أعمل نيجاتيف نفي أقول أنا لن ألعب تنس غدا. قلنا النفي اسمه I want، أنا لن، I want play tennis tomorrow، أنا لن ألعب تنس غدا. لو هنسأله نقول له متى سوف تلعب تنس؟ متى يعني when، نقول له when will you play tennis. في سؤال بقى نقول له هل سوف تلعب تنس؟ will you play tennis، will you play tennis tomorrow، هل انت هتلعب تنس بكرة؟ ممكن يجاوب يقول لي yes I will، ايوه انا هلعب، او no I won't، لا انا مش هلعب. Hello mister. بقى احنا عندنا شباب will اللي هي سوف ممكن نختصرها بابوستروفي دبل ال، يعني مثلا I will يعني انا سوف، ممكن نقولها كده I'll، he will هو سوف نقولها كده he'll. واهم حاجة عندي ان will سوف او want لن يجي بعدهم infinitive فعل في المصدر. يعني لو قال لي he will
eating pizza. يبقى احنا المفروض نصلح eating دي نخليها ايه؟ eat. علشان will لازم يجي بعدها infinitive مصدر. طب لو قلنا she will playing tennis يبقى المفروض نصلح playing دي نخليها ايه؟ play. علشان will لازم بعدها المصدر. ده future المستقبل. طيب تعالوا نتكلم عن الصفات adjective. عندنا طويل يعني ايه يا شباب؟ long. tall. tall. ماشي. طويل يعني ايه؟ tall. 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 عكسها قصير يعني short. 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 اوكي. عالي يعني هاي. 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 عكسها منخفض يعني لو. 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 سريع يعني فاست. 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 حلو قوي. ركز بقى معايا. احنا قلنا طويل يعني طال. لو عايز اقارن بين اتنين واقول مثلا ان عبد الله اطول من ابراهيم، اطول من يبقى taller than. taller than. قصير يعني short. لو عايز اقول اقصر من اقول shorter than. shorter than. هاي يعني عالي. لو عايز اقول اعلى من نقول higher than. higher than. low يعني منخفض نقول lower than. lower than. fast يعني سريع. عايزين نقول اسرع من يبقى نقول faster than. دول بنقولهم لما نكون بنقارن بين اتنين. لكن لو هنقول واحد بقى اطول من الكل هو الاطول، بص هنعمل ايه؟ هنقول ذا تالست الاطول. لو هنقول الاقصر يبقى هنقول ذا شورتست. طيب هنقول الأعلى يبقى هنقول the highest. هنا هنقول the lowest. the longest. fast سريع. هنقول الأسرع the fastest. اوكي بص كده معايا. لو انا عايز اقول علي طويل اقول علي is tall. حلو قوي. علي حلو. هقول بقى علي اطول من عمر يبقى اروح قال علي is. لا ركز معايا. اسمعني الاول. اسمعني الاول وانا بشرح. اسمعني الاول وانا بشرح وبعدين لما نيجي نجاوب هسألك. لما بنقارن بين اتنين هنقول اطول من taller than. علي is taller than عمر. taller than عمر. لو حبينا نعكس ونقول ان عمر اقصر من علي هنقول عمر is shorter then علي. طيب لو حبينا نقول ان علي هو الاطول يبقى نقول علي is the tallest. هشرح لك بطريقه حلوه قوي برضو. بص كده تعالوا نعمل ده
هنقول ده مثلا هادي، وده مثلا رامي، وده أمير. أوكي، هادي ورامي وأمير. تعالوا نقارن بين هادي ورامي. يبقى هادي أطول من رامي. أنا بقارن بين اتنين بس، يبقى هنا هقول هادي is taller than رامي. طب عايز أقول أقارن بين هادي وأمير، يبقى هادي أطول من أمير، يبقى نقول هادي is taller than أمير. حلو. طب يلا نقارن بين رامي وأمير، يبقى رامي أطول من أمير، يبقى نقول رامي is taller than أمير. طيب مين الأطول بقى خالص؟ هادي، يبقى نقول هادي is the tallest. هنا بنقول إن هو الأطول، يعني أطول منهم كلهم، يبقى هادي is the tallest. طب مين الأقصر؟ أمير، يبقى نقول أمير is the shortest. يبقى شفت لما قارنا بين اتنين، قلنا هادي is taller than رام، وبعدين هادي is taller than أمير، رامي is taller than أمير، هادي is the tallest، أمير is the shortest. دي طريقة المقارنة أو التفضيل، وهنحل عليهم دلوقتي حالا. كتبنا بقى يا شباب هنا هنجيب بيج 20، بيج 20، بيج 19 الأول، how far و how high و how fast. بص يا حبيب قلبي، هاو فار دي بنسأل بيها عن المسافة، يعني كم المسافة. لما نقول هي كان جامب 4 meters، هو بيقدر ينط 4 متر، عايزين نسأل هو بيقدر ينط قد ايه، يبقى نقول هاو فار كان هي جامب. مثلا لو قال لي هي كان جامب 5 meters، هو بيقدر ينط 5 متر، وعايزين نسأل هو يقدر ينط قد ايه، يبقى نسأل نقول ايه how far، وبدل دي ما هي he can نخليها can he، ونقول how far can he jump، كم المسافة اللي هو يقدر ينطها، how far can he jump. اوكي طيب، عندنا how high بنسأل بيه عن الارتفاع. مثلا لو قال لي she can jump، هي تقدر تنط، she can jump 1 meter، هي تقدر تنط
متر واحد لفوق كده، عايزين نسأل كم الارتفاع اللي هي تقدر تنطه؟ نسأل عن الارتفاع بهاو هاي، وبدل ما هي شي كان نخليها كان شي ونقول هاو هاي. كان شي جامب، هاو هاي، كان شي جامب. فاضل لي واحدة اللي هي how fast. لما نلاقي 1 meters مثلا 100 meters in 15 seconds، 100 متر في 15 ثانية، يبقى دي وحدة قياس السرعة، نسأل عنها ب how fast. لو مثلا قال لي she can run، هي بتقدر تجري، she can run 200 meters، هي تقدر تجري 200 متر in 20 seconds، في 20 ثانية. عايزين نسأل عن السرعة، يبقى نقول how fast، كم السرعة، وبدل she can نخليها can she. how fast can she run، كم السرعة اللي هي تقدر تجري بيها. يلا نحل بقى شباب مع بعض. الاكسرسايز هنا بيقول ايه؟ يلا مين هيجاوب معايا؟ Today we're at the ايه؟ At the track. برافو. Today we're at the track. النهاردة احنا في مضمار السباق. There is a big sports event. في حدث رياضي كبير. Lots of athletes. Athletes. برافو. كتير من اللاعبين الرياضيين from different schools، من مدارس مختلفة، are competing، بيتنافسوا. آخر حاجة I think the athlete wearing red will win. أعتقد إن اللاعب الرياضي اللي لابس أحمر سوف يفوز. هنا يا شباب عندنا there is a big sports event. حدث رياضي كبير. I think our school will get a medal. الميدالية هيحصل على ميدالية. Get a medal. Will it be a good competition. هل سوف تكون بطولة جيدة؟ الحين بيكتبوا بالدور، ما تكتبش يا ركز وبكتب. يا ماما بالدور بقى يا جنى. The athlete ولا track ولا event around the field is very long. Track. محمد أحمد. He can the ball very far. Very far run. لا طبعا he can throw the ball، يقدر يرمي الكرة very far، بعيد جدا. ما ينفعش run the ball، مفيش حاجة اسمها يجري الكرة. جانا إسلام. Lots of are competing in the race. كتير من الإيه بيتنافسوا. أتلس. Athletes. كتير من الرياضيين بيتنافسوا. بيدو. I can A very high. I can jump very high. برافو. I can jump very high. أقدر أنط عالي جدا. علي. The race winner track is exciting. The race is exciting. برافو. السباق مثير. عبد الله. The first winner، الفائز الأول، will get a gold. Medal. هيحصل على ميدالية ذهبية. عمر أحمد. Number 7 يا عمر. He competed, measured, heard in a jumping competition and won. هنقول إن هو شارك
تنافس يعني ايه؟ competed ولا measured ولا heard؟ عمر أنا ايوه السؤال السابع هي مسيري competed ولا measured ولا heard؟ كمبيوتر He competed in a jumping competition. هو تنافس في مسابقة للقفز and won وفاز. محمود the first athlete اللاعب الأول will a medal. Will win a medal. برافو عليك. سوف يفوز بميدالية. مروان نعم. is very long. He is very tired. عايزين نقول إن المسافة طويلة جدا. The distance is very long. مين عند نوع شوقي؟ What's your name? ماريا محمد. يلا يا ماريا. He throws ولا measures ولا jumps. How far he runs in 1 minute? Jump. No. Rudaina. Jump, يا مستر. قول يا رودي. هنا يا شباب نقول he measures يعني هو بيقيس how far he runs المسافة اللي هو بيجريها in 1 minute في دقيقة واحدة. he measures يعني هو بيقيس. لما الإجابة يا شباب تكون he can jump for 4 meters هو بيقدر ينط 4 متر. مين عند هدى بدر؟ لا انا عايز اطلع. فرح. انا مين؟ فرح. قول يا فرح. هنسأل عن المسافة ازاي؟ نقول how far ولا how fast ولا how old؟ how far. how far can he jump؟ كم المسافة اللي هو يقدر ينطها؟ يس. سيف علام. خلاص ما عنديش فرصة في المجاوب. خلاص ماشي. بس يلا يا سيف. ايه؟ لا سؤال رقم 12 نمبر 12 يا حبيبي. بيسأل بيقول how high ولا how many ولا how fast can he run. الإجابة he can run 100 meters in 15 seconds. بيقدر يجري 100 متر في 15 ثانية. يبقى نسأل هنا نقول how إيه؟ how fast. برافو عليك. how fast can he run. نسأل عن السرعة بتاعته. محمد هيثم was the fastest. عايزين نقول مين كان الأسرع. شريف was the fastest. من يعني how ولا who ولا where. how. how يعني كيف. دي اسمها who. who was the fastest. احنا قلنا who يعني من. بنسأل بقى عن العاقل. who was the fastest يعني مين كان الأسرع؟ شريف was the fastest. حمادة. ما؟ هنسأل نقول how fast ولا how old ولا how high can she jump؟ how high. برافو. how high can she jump؟ هي تقدر تنط عالي قد ايه؟ كم الارتفاع؟ اسلام النعيدي I think the athlete wearing red. اعتقد ان اللاعب اللي لابس احمر والله
will win. سوف will win. يفوز. Yes. محمد. I think the event. أعتقد إن الحدث. will be amazing. سوف يكون مدهشا tomorrow. Yes. هو انت كنت امال محمود كنت مطلع عليا انا ولا واحد تاني؟ قول انت. طيب يا محمود. It will be easy to win today. ولا it won't be easy to win today. It will be difficult. سوف يكون صعب. Will. يبقى it won't be easy. لن يكون سهلا. لأن هنا قال it will be difficult. يعني سيكون صعب. سيف علام. I think our school will. يلا يا سيف. Well, I've get some will. will دايما يجي بعدها المصدر. احنا قلنا will يعني سوف و want يعني لن. لازم الاثنين دول يجي بعدهم المصدر. فين المصدر هنا؟ infinitive. get a medal. get المصدر بدون اي اضافات. اوكي. مروان. We won't be sad after the race. We will be happy. Bravo. We won't be sad. لن نكون حزينين after the race. بعد السباق. We will be happy. سوف نكون سعداء. Okay. بقيت الاكسرسايز ده يا شباب هيبقى هوم ورك. هتحلوه في الهوم ورك. ولما نحب نكتب باراجراف عن سبورتس ايفنت ات يور سكول تعالوا يا شباب. طالب مني اكتب باراجراف عن سبورتس ايفنت ات يور سكول. حدث رياضي في مدرستك. يلا كده نكتب مع بعض. لو عايزين نقول سوف يكون هناك حدث رياضي في مدرستي غدا. بص هقولها ازاي. There will. يلا نكتب مع بعض. There will be. There will be. يعني سوف يكون. There will be. A big sports event. سوف يكون هناك حدث رياضي كبير. At my school tomorrow. في مدرستي غدا. بس يا عبد الله. There will be a big sports event at my school tomorrow. سوف يكون هناك حدث رياضي كبير في مدرستي غدا. لازم يبقى في مسار وعدات الدبابات. هنقول ان في لاعبين رياضيين كتير سوف يتنافسوا. A lot of athletes. لاعبين كتير. will compete. سوف يتنافسوا.
to win لكي يفوزوا. The gold medal بالميدالية الذهبية. The gold medal. There is a competition. يوجد مسابقة. There is a competition. يوجد مسابقة في الجري. In running. والقفز. Jumping. نعم. والوثب العالي. High jump. يبقى هنا قلنا there will be a big sports event، هيكون في حدث رياضي كبير at my school tomorrow في مدرستي بكره. A lot of athletes لاعبين كتير will must compete ناقصة P will compete to win the gold medal. هيتنافسوا عشان يفوزوا بالميدالية الذهبية. There is a competition in running. يوجد مسابقة في الجري. Jumping. القفز. High jump. الوثب العالي. And long jump. اللي ما لحقش يكمل انا هبعت لكم ده على الجروب علشان لو انت ما لحقتش تكمل. انا هبعت لك يا محمد على الجروب كل اللي كتبناه يا حبيبي عشان لو انت اتلخبطت او نسيت حاجه هبعت لك كل اللي احنا كتبناه. It won't be easy to win. لن يكون سهلا أن نفوز. It won't be easy to win. الفائز سوف يحصل على ميدالية ذهبية. The winner will get a gold medal. The winner will be happy. الفائز سوف يكون سعيدا. The winner will be happy. ده يا شباب الباراجراف وبعته لكم على الواتساب جروب بتاعنا عشان لو في حد في حاجه فاتت عليه يقدر ينقلها. تعالوا بقى يا شباب نقرا كلمات الدرس الجديد مع بعض. يلا يا شباب نقرا. Do exercise.
Do exercise. Do exercise. Runner. 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 Train. 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 جميل. كلمة train يعني يتدرب. train يعني يتدرب. مش معناه قطر يعني؟ المدرب بقى يعني trainer. trainer. المتدرب اسمه trainee. يبقى أنا عندي train يتدرب أو يدرب. المدرب اسمه trainer والمتدرب trainee. اوكي. support. support. support يعني يدعم أو يساند. support a friend يعني تساند صديقك يعني help. support يعني help. warm up. support. warm up. warm up. يلا يا شباب قولوا معايا warm up. warm up. warm up. warm up. دايما قبل ما نعمل التمارين قبل ما do exercise أو قبل ما تلعب play football لازم تعمل warm up تسخن الأول عشان ما يحصلكش إصابة. record. 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 record يعني يسجل. مثلا في ناس بتحب تسجل الوقت لما تيجي تجري أو تعمل تمارين. record time. record time. بتسجل الوقت. get fit. get fit. get fit. get fit. get fit يعني يصبح لائق بدنيا. work hard. work hard. work hard. work hard. snack. snack. وجبة خفيفة. يتناول وجبة خفيفة بقى have a snack. Have a problem. Have a problem. Have a عنده مشكلة. Have a problem. Have a problem. On the weekend. On the weekend. On the weekend. On the weekend. Parents. Parents. Parents اللي هم father and mother. Father and mother. Parents. Parents. 200 meter race. 200 meter race. 200 meter race. بص حبيب قلبي لما نقول يحصل على المركز الأول يعني come first. Come first. Come first. Come first. طيب يحصل على المركز الثاني come second. Come second. Come second. Come second. يحصل على المركز الثالث come third. Come third. يبقى هنا come first. Come first. Come second. Come second. Come third. Come third. Come third. وهنا الماضي بتاعها came second. Came second. Once. Came second. Once. Once يعني مرة واحدة. Once. Once. لو هنقول مرة في اليوم نقول once a day. once a day. مرة في الأسبوع once a week. مرة في الشهر once a month. once a month. مرة في السنة once a year. once a year. مرة واحدة يعني once. طيب مرتين
twice. لو هنقول مرتين في اليوم twice a day. مرتين في الأسبوع twice a week. مرتين في الشهر twice a month. twice a month. مرتين في السنة twice a year. twice a year. بعد كده بقى ثلاث مرات three times. three times. أربع مرات four times. four times. وهكذا بقى five times six times. once. one. three times a week. three times a week. three. healthy food. Healthy food. Worried about. لو أنا الآن مثلا بخصوص الامتحان الآن على الامتحانات أقول I'm worried about my exams. I'm worried about I'm worried about my exams. I'm worried about my exams. Ready. Ready. Better. 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 Yes. Better يعني أفضل. لو عايز أقول إن عمر أفضل من علي. نقول عمر is better than علي. عمر is better than علي. Harder. Faster. 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 لو عايزين مثلا نقول إن الطيارة أسرع من القطار. The plane is faster than the train. The plane is faster than the train. Faster. Down the train. Yeah, okay. Warm up. Warm up. احنا قلنا warm up يعني يسخن يعمل احماء. يعني get your body ready to do exercise. تخلي جسمك مستعد انه يعمل تمرينات. Support a friend يعني يدعم صديق. معناها help a friend. تساند الصديق او تساعد. Come second. يعني يبقى في المركز الثاني. Be the next person. تبقى الشخص الثاني. To finish after the winner. اللي ينهي السباق بعد الفائز. Try harder. يعني يبذل جهد أكبر. Work hard to do better. بيعمل بجد عشان يتحسن. الأفعال بتاعتنا يا شباب. Train trained. Support, supported. Support, supported. Warm up, warmed up. Warm up, record, recorded. Recorded. Work hard, worked hard. Enjoy, enjoyed. Enjoy. Help, help. Help, help. Want, wanted. Want, wanted. الآن لما يبقى بعدها تبقى be silent. Listen, listened. Listen. Finish, finished. Finish, finish. Try, tried. Try, tried. Hope, hoped. Hope, hoped. Bring, brought. Bring, brought. Have fun, have fun. Come, came. Eat, ate. Do dead. Drink. Drank.
Get fit, got fit. Have had. هنحفظ كلمات الدرس ده كويس يا شباب. هنا بيقول why is نسمة training؟ ليه نسمة بتتدرب؟ Hello, my name is نسمة. اسمي نسمة. And I am at the track with my friend Sara. أنا في مضمار السباق مع صاحبتي سارة. Sara is an athlete. سارة لاعبة رياضية. So, لذلك, she does a lot of exercise. بتعمل تدريبات كتيرة. We come here three times a week. احنا بنيجي هنا ثلاث مرات في الأسبوع. She comes with her parents. هي بتيجي مع بابا ومامتها once on the weekend too. تيجي مرة في عطلة نهاية الأسبوع أيضا. Sara is a runner. عداءة. And she has a big competition next month. والشهر الجاي عندها مسابقة كبيرة. I think she'll win. أعتقد إن هي سوف تفوز. I'm training with her to support her. أنا بتدرب معاها علشان أساندها. And it helps me get fit. وكمان ده بيساعدني إن أنا جسمي يبقى لائق بدنيا. We warm up together. إحنا بنسخن الأول مع بعض. And we have fun. وبنستمتع جدا. I record her race times too. أنا بسجل الوقت بتاعها في السباق أيضا. Her best event, أفضل حدث رياضي ليها, is the 200 meter race. هو سباق ال 200 متر. She's very fast. هي سريعة جدا. Sara was in a race last month. هي كانت عندها سباق الشهر الماضي. But she didn't win. بس هي ما فازتش بالسباق. She came second. طلعت في المركز الثاني. So, لذلك, she wants to try harder. عايزة تبذل جهد أكبر. She finished in 35 seconds. هي أنهت السباق اللي فات ده في 35 ثانية. She wants to be faster next time. المرة الجاية عايزة تبقى أسرع. Sara always eats healthy food. دايما بتاكل طعام صحي. We bring some fruit to the track to have a snack. بنجيب معانا بعض الفاكهة علشان نتناولها كوجبة خفيفة كده. And we drink lots of water. بنشرب مية كتير جدا. I like helping Sara. أنا بحب أساعد سارة. Because she's a really good friend to me. لأنها صديقة جيدة جدا ليا. She always listens when I have a problem. لما بيكون عندي مشكلة هي دايما بتسمعني. Or if I'm worried about something. أو لو أنا قلقانة بخصوص أي حاجة هي بتسمعني كويس وتساعدني. So, لذلك, that's why I want to help her as much as I can. عشان كده أنا عايزة أساعدها على قد ما أقدر بقدر المستطاع. الجرامر بتاع الدرس ده بيتكلم عن and, or, because, so, but. جرامر مهم جدا هندرسه السيشن الجاية ان شاء الله مع بعض. دي نهاية السيشن بتاعتنا النهاردة. كنت مبسوط ان انا كنت معاكم واتمنى تكونوا استفدتوا. That's the end of our session tonight. Thank you and goodbye. Goodbye. Bye, everyone. Bye, Mr. 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 Bye